مجاهدين أن لا نتأخر، ولذلك حنعطيكم يعني كذا 5 دقائق بكاءكم بالنجاح، بحيث أنهم يكونوا معنا إن شاء الله. يعني 3 دقائق ليس إلا 3 دقائق، تجتهدوا على حد أصدقائكم شركائكم من تحبون أن يكون معكم متميز. فالليلة متميزة جدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني الليلة اللي مش حيكون معنا أنا أتوقع ما حيقدر ينام، أنا متوقع أنه ما حيقدر ينام الليلة. لكن اللي حيكون معنا أتوقع أنه كذلك حيكون مهيئ للنوم، وغدا كذلك يكون نشيط وحيؤدي نتيجة إيجابية. طيب ناقص 3 دقائق تهيئة إن شاء الله. يا ليت أنكم تحثوا شركائكم في النجاح. أستاذة عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة منى حث الشركاء في الديوان وبقية الأخوات، كذلك أستاذة هنادي. اليوم لا تشغلوا مدربتنا، فقط أنتم قوموا عنها بالأشغال. ممتاز، دخول الآن موفق وحضور جيد إن شاء الله. يعني قد تلاحظون أني في السيارة، لكن هكذا جماليات العمل، في أي وقت نستطيع أن نعمل، في أي مكان، في الأرض، في الجو، في البحر، هذه جماليات عملنا الحر. ولذلك أنا كما قلت اليوم في الصباح، أنا حر طليق لا قيود، ولسنا معقدين في نفس اللحظة. يلا بقي معنا دقيقتين، حث الشركاء في المجموعات، رحبوا بهم وإن شاء الله يكون معنا اللقاء مثمر ويكون معنا اللقاء أكثر من رائع. إذن دقيقة واحدة فقط، 60 ثانية تفصلنا عن بحر من المعلومات هائج. فأحضروا من طلاطم كلماتي، وكونوا حذرين جدا بصيد خواطري. يعني خل الدفتر ونيسكم الليلة، والقلم رفيقكم كذلك، والقهوة السوداء كذلك، يعني تعتبر سيدة الموقف والمكان. ممتاز ممتاز، يعني الحضور جيد ورائع. يعني احنا نعطي نتفادى بعض الذي حصل في المرة السابقة، قالوا انتم ما اعطيتنا وقت، دائما تبتدون تنتظرون. طيب ان شاء الله عز وجل نكون حاضرين. إذن على بركة الله إن شاء الله نبتدي الآن 5 تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم أجمل ترحيب في ساعتنا التدريبية المسائية من صدى صوت الديوان، التي اخترنا أن نشارك معكم عبر منصة الشرق الأوسط لتعمل فائدة أكثر وأكثر، ويصل الصوت إلى كل بيت، ويصل المعنى إلى كل مشترك، وتصل الفائدة إلى أمة وأعضاء شركاء النجاح لأن لم يتعرفوا إلينا بعد. ليس فقط المشترك، متميزة جدا، قائدة مبدعة سورية مقيمة بالمملكة العربية السعودية، مهتمة في مساعدة الناس وتغيير حياتهم للأفضل صحيا ونفسيا واجتماعيا. أنا أقول لكم ما حتقدروا تناموا الليلة. اختصاصات كثيرة متخصصة فيها، أخصائية جامعة ستانفورد العالمية، مرشدة نفسية كذلك وأسرية، مدربة
تنمية ذحارة بشرية وتطوير وتحفيز الذات حاصلة على شهادات تدريب من جامعات أمريكية للدراسات الاحترافية والاستشارات التدريبية، حاصلة على شهادات دولية في التدريب بمجال البيع المباشر. رحبوا معي كلكم بصفقة حماس ورفع على اليد وترحيب حار. كل واحد فينا يتخيل أنه عنده وردة محملة بجميع أطياف الورود، ونقدمها إلى المدرب الأستاذة شريفة التجار من المملكة العربية السعودية، فرع شركتنا العملاقة في المنطقة الدمام. حياك الله أستاذة شريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأشكرك أستاذ حمود على هذه المقدمة الرائعة بكل ما تفضلت به وذكرت. أشكرك على هذا التقديم الرائع، وإن دل فهو يدل على كم هذه الشخصية الرائعة في القيادة وفي الإدارة أيضا أستاذ حمود الشيخي. يسعدني اليوم أن أكون معكم ولي مقدمة ترحيبية وستكون متميزة بعض الشيء في أني أكون معكم اليوم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. يسعدني أن أكون معكم اليوم ولمدة 3 أيام متتالية لنبحر في أسرار مهارات التواصل الاجتماعي ونعمل سويا على العمل في بناء الإنسان والذي يعتبر أعظم إنجاز يستحق التعبير به، أننا نسعى ونعمل ونحقق أهدافنا. النجاح الحقيقي هو شعورنا بالمسؤولية اتجاه الآخرين في مساعدتهم لتحسين حياتهم للأفضل. اليوم سننطلق معا على متن الخطوط الأولى في رحلة التغيير للأفضل بمرافقة قرارك الشخصي. مدة الرحلة للوصول إلى هدفك 3 أيام لتستقر على أرض الواقع بمهارات أفضل. الرجاء من المسافرين معنا في هذه الرحلة ربط حزام الإرادة والعزيمة والإصرار وتفقد ما يلزمهم في مشوار التغيير من التعلم والمتابعة والتثقيف والحفاظ على تطوير الذات. تنويه لجميع من هم على متن هذه الرحلة: الحفاظ على الصبر والالتزام والاستمرارية للوصول بأمان، وتجنبوا فتح نوافذ المحبطين والسلبيين، والابتعاد عن الشكائين والمشككين والمتذمرين حتى لا تصابوا بالملل والفتور والنفور نهائياً. أتمنى لكم رحلة ممتعة وشيقة معاً. أحييكم في بداية هذا اللقاء، أحيي كل من انضم معنا إلى هذه الندوة والتي سيكون محتواها بما يتعلق أولاً بشخصيتنا، ثانياً بما يتعلق في تواصلنا مع الآخرين، مهارات التواصل الاجتماعي. أشكر لكم حضوركم جميعاً، أشكر لكم اهتمامكم بكل ما تودون به والسعي إلى تحقيق أهدافكم. لنبدأ بإذن الله تعالى على بركة الله بمهارات التواصل الاجتماعي وما يختص بهذا الموضوع تحديداً، الذي هو الموضوع الأهم وهو عصب وشريان عملنا في البيع المباشر. الأمور اللي تجعل الإنسان ناجح دائماً ومتميز ومؤثر في الآخرين هي مهارات الحيل. أكيد نحن كلنا متفقين على هذا الأمر. نجاح الإنسان ليس بكثرة المعلومات بل بتعلم المهارات وممارسة هذه المهارات. لو لاحظنا في أوروبا وفي الدول الغربية وفي أمريكا يدرسون المهارات منذ الصغر. طب لو فكرنا ما هذه المهارات اللي فعلا بدأت بشكل واسع، الناس تطور نفسها وهي فعلا محتاجة سواء كان على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد المهني. المهارات هي مجموعة من المعارف، هي مجموعة من الخبرات والقدرات
اللي بيقدر الإنسان يمارسها ويطورها، التعلم، التدريب، الممارسة اليومية، حتى يوصل لمرحلة يشعر أنه امتلك هذه المهارات بشكل طبيعي حسب ما يتطلب مع الوضع والتغيير في كل مرحلة. مهارة التواصل الاجتماعي والتواصل بشكل عام مع كل هذا التغيير اللي في عصرنا الحاضر. الإنسان في الحياة ما خلق عبقري، ولا هو أصبح عبقري باللا شيء، ونحن لم نخلق متعلمين، ولم نخلق بارعين، ولا حتى عباقرة، لكن رب العالمين خلقنا في أحسن تقويم، ورب العالمين رزقنا وأعطى ووهب كل إنسان موهبة في شخصيته. وفي ذلك يقول الباري عز وجل: وعلم الإنسان ما لم يعلم. يعني نحن معتمدين على منهج شرعي في علمنا. طبعا كل إنسان يتطور بالعلم ويتطور بممارسة العادة اللي تعود عليها في طريقه في العلم، وليس من فراغ، وليس شيء غير علمي وغير ثقافي. لا شك أنه العالم حاليا من حوله كله تغير وبسرعة رهيبة، يعني هذا شيء طبيعي وأمر طبيعي التغيير في الحياة، لأنه هي سنة كونية أساسا، وهذا هو الأمر الثابت في الحياة. مع كل هاي التغييرات اللي نحن عم نواكبها، كل هاي التطورات الحاصلة في الحياة، لازم نحن نواكبها. يعني ما يصير أني أنا أكون في هذا العصر مع كل هذا، مع كل هذه التقنيات وكل هذا التطور، أني أنا أفكر وأعمل بعقلية 10 سنوات الماضية أو عقلية 20 سنة الماضية. لازم يكون في تغيير عشان نقدر نحن نواكب التطور والحداثة في الحياة، وهذا أمر يعني لا بد منه حتى نقدر نحن نتكيف، وحتى نصير مع الركب العلمي المتطور. في سبب جدا مهم هو أنه نحن نضمن النجاح في حياتنا الشخصية أولا، وكمان في حياتنا العملية والمهنية، لأن لطالما أنه في تطوير فلازم نحن نتطور حتى نواكب كل شيء متطور في الحياة. وأكيد أنتوا لاحظتوا وشفتوا قديه أثرت على حياتنا التكنولوجيا، قديه أثرت الحداثة، قديش الاكتشافات العالمية أثرت على حياتنا بشكل عام. فهذا الشيء هو فرض علينا أن نتغير، يعني ما حيكون التغيير من شيء فراغ، يعني صار التغيير علشان نقدر نحن نواكب مسار التغيير في الكون، تغيير في الحياة ككل، حتى نقدر نحن نواكب العالم. لاحظوا يعني الفترة الأخيرة لإيه وصلنا؟ وصلنا إلى عصر وعلم وتطور ما كنا سابقا نحن نفكر فيه، عصر الذكاء الاصطناعي، اللي هذا رح يكون تقريبا هو المتحكم الأول، واللي رح يتولى زمام بعض الأمور في بعض جوانب حياتنا. لكن في هناك شيء مهم جدا، رغم كل هذه الحداثة ورغم كل هذا التطور، وحتى لو كان ذكاء اصطناعي وحتى أضعاف من الذكاء الاصطناعي، الشيء الضمان اللي يتعلق بشخصيتنا شيء مهم جدا جدا جدا. شو هو؟ مع كل هذا التغيير ومع التطور السريع، رح تبقى مهاراتنا الشخصية هي الضمان للمستقبل، حتى نقدر نشعر بالاستقرار سواء مهنيا أو شخصيا. فلا بد أنه نحن نضمن أنه نحن نمتلك مهارات مهمة. بمعنى أصح أنه اكتساب المهارات الشخصية هي أساسية في هذا العصر المتغير، هو حيكون منقذ أساساً، هو سلاح أقوى في مواجهة كل التحديات. يعني لا بد من اكتساب المهارات، وما في شيء غني أنه نحن يغنينا عن أنه والله الذكاء الاصطناعي ما نكسب مهارات، ما نتعلم، ما نتقب ذاتياً، ما نتدرب. لا، الذكاء الاصطناعي يعطيكي أو يعطيكم بديل، لكن الأهم هو شخصيتكم، هو المهارات اللي انت حتكسبوها. بعدين هذه تطوير المهارات حيكون حسب ما يتطلب الوضع المهني أو الوضع العملي للارتقاء للمستوى المطلوب. فالسر وين؟ السر في نجاحكم، وأنكم تمتلكوا المهارات الشخصية والمهارات العملية في تطوير ذاتكم. تنمية المهارات الشخصية، ما هي هاي المهارات؟
اللي لازم نحن نطورها. يعني كتير نسمع عن التنمية البشرية، كتير نسمع عن تطوير الشخصية، كتير نسمع عن تنمية مهارات الشخصية. طيب هاي المهارات شو هي اللي لازم نحن نطورها؟ أهم هاي المهارات هي مهارة التواصل. المهارات اللي لابد إنه نحن نتقنها في الوقت الحاضر والمستقبل، حتى في مشروعنا، لأن نحن نحتاج في مشروعنا التواصل مع الآخرين بشكل مستمر بكل أنواع التواصل، مش تحديداً بس التواصل الاجتماعي، كمان على أرض الواقع التواصل المباشر مع الناس في المجتمع. حتى كمان الأمر التواصل الاجتماعي يكون عندنا الأمر أسهل بوصول لأكبر عدد من الناس على الكرة الأرضية بشتى الوسائل. عندنا نحن تقنيات عالية جدا، فبنقدر نحن نتواصل مع كل الناس من خلال هاي التقنيات، لكن نحتاج لشيء مهم جدا هو التعلم، الاطلاع، المعرفة والتثقيف الذاتي، ولا بد من التدريب، لأن مهارات التواصل هي العامل الأهم في تحقيق النجاحات في مشروعنا. هو علاقتنا نحن مباشرة مع الناس، شيء طبيعي ليكون عندنا تواصل. فحتى يكون هذا التواصل يؤدي النتيجة الصح، فلا بد يكون عندنا هاي المهارات من خلال التعامل والتواصل على السوشيال ميديا. كل شيء أصبح على السوشيال ميديا، وهي هاي التكنولوجيا اللي تغط على العقول بشكل عام، لكن اللي يستثمرها فعلا هو حيكون مبدع مش بس ناجح. في دراسات أثبتت أنه التواصل الاجتماعي أو بحد ذاته التواصل مع الناس بشكل دائم تأتي على قائمة المهارات المطلوبة لنجاح أصحاب الكاريزما. هي المفردة أو هذا المصطلح اللي دائماً نحن بنسمعه واللي دائماً يتردد أمام الكاريزما. الكاريزما في هذا المجال لها دور كبير جداً، لها القوة، لها القدرة، هالتأثير على الآخرين. أنا صراحة أعتبرها هي قوة جذب حقيقية، يعني تعتبر وكأنها قوة مغناطيسية للشخصية تماما. خلونا شوي بس نعرج على موضوع الكاريزما ولو ملامحة بسيطة علشان نعطي أهمية الكاريزما، وليه دايما نحن بنسعى حتى نحصل على هذه الكاريزما الشخصية، لأن كل شخص يحتاج فعلا يكون عنده كاريزما شخصية تحديدا في مشروعنا وفي كل حياتنا سواء الشخصية أو المجتمعية أو العمل. الدراسات الحديثة بتقول إنه الكاريزما هي عبارة عن سلوكيات تصرفات قابلة للتحويل وللتطوير. طبعا تحويل كيف؟ أنا أكون شخص ما عندي أي خبرة في الحياة، ما عندي أي تأثير في الناس، هون أنا عم أحاول قدر الاستطاعة أتحول من شخص ما عنده أي إنتاجية، ما عنده أي إنجاز، ما عنده أي تطوير، عم أشتغل على نفسي، أتدرب، أتعلم، أحاول قدر الاستطاعة أوصل لمرحلة أستفيد من هذا التدريب على شخصيتي، أنمي شخصيتي في قدرات، أستغل حتى عندي قدرات أستنهضها من داخلي، أوصل لمرحلة أني أنا أعرف وين مواطن القوة اللي في شخصيتي أشتغل عليها، وربما يكون هناك في شخصيتي أنا بعض النقاط المهمة لحتى هي تساعدني على كسب أو اكتساب الكاريزما. البروفيسور ريتشارد وايزمان نشر في دراسة أفاد فيها شو هي الدراسة، قال إنه نسبة كبيرة من الناس عندهم كاريزما فطرية، يعني خلقت معهم، وفي كمان نسبة من الناس اكتسبوا هذه الكاريزما عن طريق الممارسة والتعلم والتطوير. فهذا الشيء يعني دائما نحن بنحرص عليه، على التحفيز، التشجيع على قراءة الكتب، حضور المحاضرات، الدورات التدريبية، تطوير الشخصية بشكل عام. أغلب الدراسات اللي بتشير أن أصحاب الكاريزما العالية بيرتفع مستواهم ومستوى نجاحهم طبعا بشكل عام، مش بس العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي، مستوى نجاحهم ككل على كل المجالات من 60% إلى 80% عن الناس العاديين. فلاحظوا قديه الكاريزما لها دور كبير في نجاح الشخص، لها دور كبير في قوة التأثير. يعني الكاريزما هي أساساً داعمة لنا في مسيرة النجاح، حتى تسهل علينا أمور كتير وتخلينا قادة، تخلينا متقدمين، تخلينا متميزين، تبرز مهاراتنا حتى توصلنا للمكانة اللي نحن طبعاً بنحددها
وكمان أهدافنا اللي نحن بنسعى لها. فالكاريزما هي تكون الشخصية، حتكون شخصية مبهرة، حتكون شخصية محبوبة، حتكون شخصية متميزة، وأهم من هذا كله هي حتكون مؤثرة، لأن كل هاي التركيبة الرائعة بتدفع الشخص يتقدم بشكل مستمر إذا استثمر هذه الكاريزما استثمار ناجح. هذا هو الثراء الشخصي. لازم نحن نقدر نوصل لمرحلة نكسب فيها المهارات، ننميها ونطورها. طبعاً وضحت ببساطة شو يعني المهارة، شو يعني المهارات بشكل عام، وشو تتعلق هاي المهارات بالكاريزما الشخصية أو الكاريزما أو تحديداً الشخصية بحد ذاتها. طب ماذا عن التواصل؟ وهذا هو الأهم في حديثنا في هذه الندوة، اللي حيساعدنا كثير بإذن الله تعالى حتى نخطف خطوات سريعة وفي تقدم مستمر. ولمجرد نحن نكسب كل هذه المهارات، صدقوني حيتسهل عليكم الأمر في أنكم تخطوا خطوات متقدمة وقوية وشجاعة. ليه؟ لأن هذا حيعزز عنكم مهارات كثير. مفهوم التواصل، يعني لو حاولنا قدر الاستطاعة أن نعرف التواصل بمفهومه البسيط، إحنا بنعتبر أن التواصل هو عملية تفاعل، عملية اتصال مع الآخرين. والقدرة لما أتواصل مع الآخرين يكون عندي القدرة في شرح الأفكار، في شرح معلومات للطرف الآخر، أوصله إياها طريقة مفهومة، طريقة واضحة. طبعاً هذا الشيء مع مراعاة الاختلاف باللغة، باللهجة، بالبيئة، بالثقافة، بالمستوى العلمي اللي عند بعض الأشخاص. لأن أنا لما أتواصل مع الآخرين أنا حيكون عندي كم هائل من دول أخرى، ليس من بيئتي فقط، حكمان أراعي موضوع اللهجة، موضوع طريقة الكلام، أسلوب الكلام. هذا جداً مهم، لأن عملية تبادل الأفكار تشمل القدرة على التواصل بفعالية وفهم الآخرين، التعبير عن الأفكار، عن المشاعر بطريقة مناسبة، وأيضاً بنقل المعلومات. هذا الشيء حيكون بأسلوب مشوق ومحفز وأيضاً جاذب للآخرين أثناء التواصل معهم، سواء كان مباشر بالتواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، أو يكون تواصل على أرض الواقع، بمعنى أصح تواصل بصري، يعني التواصل على أرض الواقع غير التواصل الفضائي. التواصل على أرض الواقع حيكون بتواصل بصري مع الشخص اللي أنا أتعامل معه في وجودي أمامه، أما التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا هو التواصل الفضائي. شو هي المهارات اللي فعلا تساعدني على أني أطور نفسي وأقدر أوصل للهدف اللي أنا أريده؟ أهم مهارات التواصل، هناك 57 مهارة شخصية مهمة. طبعا في مهارات كتير، لكن تحديدا أنا حددت 57 مهارة شخصية لازم إحنا مش ضروري إنه نتقنها كلها، لكن اللي عندهم حب في الاطلاع والتثقيف الذاتي والتعلم بيقدروا هم يكتسبوا هاي المهارات. وهناك أيضا 44 قاعدة لتعزيز هاي المهارات حتى تخليكم أشخاص متميزين. فهناك فرق بينما أني أنا يكون عندي مهارات ويكون عندي قواعد أساسية أساسة في شخصيتي حتى أعزز هاي المهارات. المهارات التعبير، شو يعني المهارات التعبير؟ أحياناً يكون في نقل مباشر، يكون في ظهور شخص أثناء النقل المباشر. طبعاً ظهور الشخص هو حيكون في تعابير الوجه بشكل واضح أثناء نقل المعلومات والأفكار لما أنا أتعامل مع الآخر، يعني بس مباشر. التواصل المرئي على السوشيال ميديا له دور فعال وقوي جداً في الجذب وفي الإقناع بكل الأفكار والمعلومات، لأن كمان في أحيان لما يكون في تواصل مرئي الشخص ممكن ما يقدر أو حتى مهما تكلم ما يقدر يوصل المعلومة بالكلام،
يعني ممكن يكون الشخص الآخر أو الطرف الآخر أو الآخرين بيسمعوا محددين هم جزئية ما فهموها من خلال الكلام، أو حتى المتكلم أو المرسل ما وصلهم الفكرة اللي هم يريدوها. لكن ببعض الإيحاءات من التعابير ومهارات، هاي مهارات التعبيرية، إيحاءات وتعابير الوجه بتساعد على إيصال الفكرة خلال هاي التعابير. طبعاً هتكون تعابير إيجابية بمهارة واحترافية، مش أي تعابير. لكن هون شو بيكون؟ رح يكون في تعزيز للثقة والمصداقية من خلال رؤية الشخص بهذه التعابير الإيحائية. مهارات الاستماع والإنصات، يعني كما الآن تستمعون إلي، كما الآن منصتين تماماً وبكل اهتمام، هذا هو، هي المهارة بحد ذاتها الآن أنتم تمتلكوها. ليه؟ استماع وإنصات. وهناك استماع يختلف طبعاً بالمفرد بالمعنى المصطلحي واللغوي، يختلف الاستماع عن الإنصات. لكن لو نحن بدنا نعرج على هذا الموضوع، كيف يعني الاستماع والإنصات؟ وأنا كمان في هالحالة هاي أشعر فيكم أديه عندكم حسن استماع، هذا حيولد عندي انطباع أنكم مهتمين، حيكون كمان انطباع عندكم أني أنا عم أقدم هذا الشيء لتستفيدوا منه بكل حب بكل عطاء. أيضا التعبير، التعبير لما أنا أعبر عن أفكاري بكل طلاقة بكل أسلوب سلس، إيصال الفكرة بدقة، كمان لابد من الاستشهاد بأدلة ببراهين، هذا الشيء كمان بيعزز الثقة وبيعزز المصداقية للطرف الآخر. لما نوصل المعلومة بهي البراهين حيكون في دقة وحيكون في قوة للمعلومة اللي نحن عم نوصلها للآخر. استخدام لغة الجسد، لما يكون في بس مرئي رح نمنح الانطباع المريح للطرف الآخر، ممكن يكون في حركة اليدين، ممكن نظرة العيون، ممكن حركة الرأس، كل هذا له تأثير مباشر من خلال التواصل مع الآخر. طبعا هذا أكثر شيء بنلاحظه نحن في التواصل المباشر البصري، لما يكون في لقاءات مباشرة على أرض الواقع، مش فضائية، يعني حتكون مباشرة على أرض الواقع. الهدوء وضبط النفس، هذا المهم والأهم في هذه الفقرة. عملنا نحن بنواجه فيه كتير اعتراضات، كتير بنواجه ناس باعتراضات شتى، وأحياناً البعض ما يتحمل يسمع هذه الاعتراضات، فيصير فيه نقاش حاد، وهذا نحن لازم يكون عندنا شيء مهم جداً في شخصيتنا، الهدوء، عدم الانفعال لأي سبب كان. لازم يكون الشخص متحكم بأعصابه، يضبط نفسه مهما كان النقاش حاد ومهما حدث بوصول الشخص الآخر أو الطرف الآخر لاستفزازه. يعني المرسل لازم يكون منضبط النفس وهادي ومتحكم تماماً بانفعالاته. ليه؟ لأن هذا الشيء حيعطي فكرة وانطباع عن الشخص المرسل للآخر، كيف ينضمه، وإذا كان هو عم يسعى لعملية استقطاب، إذا كان منفعل ما حيت يعني يرضى الشخص الآخر أو الطرف الآخر أنه ينضم معه. طب إذا كان هذا الانفعال بالبداية فما ستكون النهاية، ولذلك ضروري جدا يكون هذا الهدوء، يكون هذا التحمل، يكون هذا الانضباط لضبط النفس لضبط الانفعالات ككل. طبعا عرفنا شو هي أهم المهارات، التواصل والتفسير لضبط النفس، وكيف نحن نوصل الفكرة بمهارات تعبيرية، وأيضا التعبير عن الأفكار، وكل هذه المهارات المهمة بلمحة بسيطة. شو هي عناصر التواصل؟ عناصر التواصل الفعال لما نحن نفهمها كيف، نعرف تحديدا هذه العناصر، نحن نقدر نحن نوصل كل رسالتنا بكل أريحية، حتى الشخص الآخر أو الطرف الآخر، الآخرين اللي عم توصل لهم رسالتنا
حيكون في قبول، حيكون في استجابة، حيكون في ارتياح تام. عملية التواصل مع الآخرين على السوشيال ميديا أو بأرض الواقع، اللقاءات المباشرة، هذه عملية تتم بأنك أنت تتحكم فيها. الناس تأتي لعندك لكن بدها تشوف شخصية ناجحة بكل المعايير، وأهم هذه المعايير أنك أنت تكون متقن المهارات في التعامل. فعناصر التواصل هون لازم أنا أفهم كل هذه العناصر حتى أتقن كل الأمور أمامي. المرسل، شو هو المرسل؟ أنا الآن أقدم رسالة، تمام؟ هي المصدر الرسالة من عندي، وهي بداية عملية التواصل مع الآخر. المستقبل هو حيكون أنتم المتلقين للرسالة، للأفكار اللي عم توصلكم الآن. يلزم على المرسل، يعني أنا حالياً لازم أعرف لما بدي أتعامل مع أي شخص، سواء كان في إيصال فكرة أو في استقطاب أو تعريف منتج أو أي عملية أنا أقوم فيها، لازم أعرف طبيعة الشخص اللي أنا أتواصل معه حتى أقدر أوصل له الفكرة حسب احتياجه، حسب ثقافته. كمان إحنا ذكرت قبل شوي في هذا الموضوع، أراعي اللهجة اللي يتكلم فيها، هي نقطة كتير مهمة، لأن في أشخاص ممكن ما يقدروا يفهموا على اللهجة اللي أحد يتكلم فيها. أراعي هذا الموضوع، أحاول قدر استطاعتي، في أشخاص ما تفهم تماماً لهجة بلد من البلاد، لازم أنا أكون في أتكلم بطريقة عربية فصحى، وهذا الأمر سهل جداً، فقط يحتاج تدريب بسيط عليه. القناة هي الوسيلة اللي يعني تم بنقل الرسالة، ونحن حالياً نقوم بإيصال هذه الرسالة ونقل الرسالة عبر الزوم وأيضاً عبر الفيسبوك، وهذا هو الطريق اللي نحن حنقدر نسلكه. وهناك أيضاً تطبيقات أخرى، الفيسبوك، السناب، الانستغرام، أي تطبيق نقدر، حتى التيك توك، نقدر نوصل رسالة. هاي الرسالة حتوصل للآخرين بأريحية لما نشوف أي تطبيق الناس ترتاح عليه، أي تطبيق ممكن أنا أوصل لأكبر شريحة من الناس حسب كل مجتمع. كما ذكرنا هذا الموضوع، تطبيقات كتير، كل مجتمع هو عنده ارتياد لبعض تطبيقات التواصل الاجتماعي. مش أي تطبيق هو الأهم، أي تطبيق في كمية كبيرة من الناس فيهم استجابي أكثر، أنا أبدأ أتعامل معه. الاستجابة، هون أنا بحدد درجة القبول للرسالة اللي أرسلتها، أو ممكن يكون رفضها حتى لو كانت الاستجابة بطيئة أو سريعة، لكن أنا أحددها سواء كانت رفض أو قبول من قبل الشخص الآخر اللي أنا وصلت له هذه الرسالة. طبعاً جميع العناصر اللي ذكرتها مهمة جداً ولازم نأخذها بعين الاعتبار، فضروري جداً نهتم بالأسلوب، نهتم بالنقاش، طبعاً كمان نراعي طبقات الصوت، هذا جداً مهم. ليه؟ لأن لما أكون أنا أتكلم في موضوع يخص العاطفة، حيكون أنا في عندي طبقة الصوت منخفضة. لما يكون في عندي موضوع أتكلم فيه بحماس، حيكون نبرة الصوت مرتفعة. طبعاً هذا يحتاج محاضرة ولقاء آخر بإذن الله أتكلم عنه في الندوة بإذن الله تعالى القادمة، حيكون في تفسير وتوضيح أكثر. أيضاً لغة الجسد هذه جداً مهمة، لأن نرجع بنقول التعابير الإيحائية ومهارات التعابير الإيحائية حتوصل للناس كمان فكرة عن هذا الشخص اللي يتكلم هو شخص ناجح. ليه؟ لأنه يعني يتكلم بثقة. التواصل البصري أو المرئي على سوشيال ميديا لما يكون في بس مرئي، كمان الناس حتشوف شخص أمامه، حيكون في ثقة أكثر لما أتعامل مع الآخرين بهذه الطريقة. إذا لغة الجسد لها دور جدا مهم. أيضا انتقاء الكلمات اللي تشعر الطرف الآخر بالاهتمام، نقدر نوصل المعلومة باحترافية وتأثير وبقوة هذه المعلومة، كمان هون عم نعزز الثقة أكثر. أنت بتوصل رسالة، فإذا تميزت هي الرسالة بالوضوح، كانت واضحة، فالطرف الآخر يعني راح يكون واثق تماماً أني أنا كيف أتعامل مع هذا الشخص، حيكون واثق تماماً أنه هذا شخص ناجح.
إذا لم تكن هناك التعابير واضحة ولا الرسالة واضحة ولا المعلومات واضحة ولم أيضا يلمس أي فائدة هذا الطرف الآخر من المحتوى اللي أنا عم أوصله إياه، تأكدوا تماما لن يستمر معك. فدائما لازم يكون نحن عندنا وضوح بالرسالة، ويكون عندنا الكلمات معبرة وسهلة الوصول للآخرين في فهمها، وأيضا يلمس الفائدة فيها، لأن أنا أساسا ما أقدم محتوى عالي الدقة وعالي التأثير بقوة التأثير اللي فيه، فأنا كمان لازم أراعي هذا الشيء. فلزاماً علينا جميعاً أن تكون الرسالة واضحة مفيدة مليئة بالحجج والبراهين بكل ما يلزم من أمثلة، لأن أيضاً هذا يعزز الثقة في الطرف المقابل. أيضاً بالحكم ممكن نضيف بعض من الأسئلة أو من الأمثلة وحتى بعض الأسئلة على الشخص الآخر علشان يكون في تفاعل أكثر. فاحرصوا دائماً على انتقاء معلوماتكم حتى تكون هذه المعلومات فيها استجابة من الطرف الآخر، تكون جاذبة، تكون مشوقة وملفتة أيضاً لانتباه الطرف المستهدف. أخيراً لابد أنه نحرص يومياً تحديداً احرصوا على قراءة جزء من كتاب، لأن هذا الأمر يتعلق فيكم شخصياً. حرصكم على قراءة جزء من الكتاب راح تنمي شخصيتكم. طبعاً هي حتكون بعض الكتب لتنمية الشخصية، لتنمية القدرات، احضروا محاضرات، أيضاً اشتركوا في دورات تدريبية، هي بتعزز عندكم القدرات، مواطن القوة في شخصيتكم بتعززوها هاي المواطن القوة، أيضاً بتقووا نقاط الضعف، بتكتسبوا مهارات، بتمتلكوا شخصية ذات كاريزما فعالة. دائماً خلوا في بالكم أن الأشخاص المتميزين هم المبدعين، هم الناجحين، بيشعر الآخرين دائماً أنهم مختلفين بأسلوبهم وطريقتهم وتفهمهم أثناء تواصلهم، سواء كان على التواصل الاجتماعي أو حتى في الواقع على أرض الواقع. بهذا الكلام أكون أنا اليوم قد أنهيت الجزء الأول من مهارات التواصل الاجتماعي بشكل مختصر ومفيد، وأرجو أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة من كل النقاط اللي طرحتها اليوم بشكل بسيط وشرح بسيط ومفهوم. أسأل الله لكم التوفيق في كل ما قدمت اليوم. تفضل أستاذ أحمد. بارك الله فيك الأستاذة شريفة على الإبداع والإطراء الجميل، ومحاضرة كانت يعني أكثر من رائعة. الحمد لله أنه عملت على ظنهم يعني عملية الرجاعة من هذا الغطرة على سبحان الله الخروج ألا مفاجأة، فالحمد لله ما حصل يعني أي تأثر في اللقاء. كان اللقاء جميل وكان اللقاء رائع وممتع في نفس اللحظة، امتعتينا بشيء بل بأشياء جميلة جدا. أنا قلت أتوقع أن الذي ما حضر معنا ما يقدر ينام حياته، ومن يحضر معنا يستطيع أن ينام لأنه مغذي تغذية روحية علمية أبدية في كل شيء. شكرا لكم جميعا، أتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله غدا نلتقي بإذن الله تعالى في نفس الموعد إن شاء الله. وأيضاً غداً إن شاء الله حيكون هناك نقاط مهمة جداً في تعزيزها في الشخصية جداً. هناك أسرار مهمة إن شاء الله حنتحدث فيها غداً بإذن الله تعالى. كونوا معنا إن شاء الله بإذن الله. طيب نعمل حركة سريعة كده للشات، خلوكم متعاونين معنا. اللي استفاد وحضر معنا حضور واقعي جداً يعطينا رقم واحد، ركونا للشات كده نشوف من حضر معنا واستفاد، من حضر معنا واستفاد. 1 2 3 فقط، ما يصير ابدا. 1 2 3 5 6 10 8 3 2 لابد يعني كم عندنا احنا 100 شخص حاضرين معنا ما شاء الله، مو معقول يكون بس 3 2 5 8. طيب ممتاز. طيب اللي حضر معنا ودون، اللي حضر ودون يكتب رقم 5،
اللي حضر ودون يكتب رقم 5، اللي حضر ودون يكتب رقم 5. والله ما شاء الله حط خمسات كثيرة، 5 5 5 5 5، مش 55، 5 بس، 5 بس، ممتاز. مين 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 كمان مين كمان؟ اعطونا 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 مين حضر. معناته في عندنا ما في تدوين، معقولة ما في تدوين عندنا؟ هذه مصيبة يعني. لا تسألونا الأستاذة، تسأل علينا بكرة كده وتغيب كمان علينا باللقاء. اعتمادكم وتدوينكم ترى مرتبط بارتباط كلي بالأداء الذي تقدمه للمدربة. طيب والله سامحونا على الأصوات اللي الخارجية دي. ممتاز، نقول عليكم بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. نلتقي بكم دائما في تميز وفي إبداع بإذن الله تعالى. تصبحون على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. غدا كونوا حاضرين بدفاتركم بأقلامكم، وحضروا قهواتكم من مدري إن شاء الله قبل الوقت بعشر دقائق إذا ما استطعنا، وإلا في الوقت ونعطيكم كذلك 5 دقائق. يسحبكم الرحمن دائما في كل وقت وفي كل حين. شكرا مرة أخرى أستاذة شريفة، شكرا أستاذة هنادي معنا الكواليس، شكرا كذلك للأستاذة المدير التنفيذية للبرنامج الأستاذة منى عبد الحميد. حضرتم جميعا في تألق وفي تقدم وفي توفيق من الله. كلمة عندك حبيت تقول شيء؟ أشكرك أستاذ حمود على كل ما تقدمه، وبإذن الله تعالى نلتقي غدا في أسرار مهمة جدا لمهارات التواصل الاجتماعي، ونقدم المزيد بإذن الله للجميع. أشكركم بإذن الله. إذن الله. أمر الله. استودعكم الله. في أمان الله.